أيضا كما ذكرت، طبعا إحنا هسه بالجزء العاشر من تعليم التفكير أو التفكير الإبداعي. الجزء العاشر واللي أنا ذكرته قبل بالجزء التاسع، قلت أنا راح أذكر البرامج، عفوا، المدارس البريطانية. تعتمد أسلوب الصفوف السريعة بتمكين التلميذ من تقديم اختبار تحدي مستوى، يعني يسمونه اختبار تحدي مستوى، يعني اللي هو كما ذكرت انه مثلا هو بالصف الخامس، عفوا، من الصف الرابع، بعد ان ينجح من الصف الرابع يحق له انه يمتحن للسادس، يعني اللي هو احنا سميناه تسريع في مرحلة، يسمونه هو طبعا ببريطانيا اختبار تحدي مستوى. يتم على ضوء نتائجه وضع الطالب في مستوى التعليمي الذي يلائم قدراته، يعني يسموه باختبار تحديد مستوى. وأيضا وفق هذا الاختبار انه يضعون الطالب في ضوء نتائج المستوى التعليمي، ضوء النتائج اللي يحصل عليها في المستوى التعليمي الذي يتلائم قدراته، بحيث ينهي مثلا المرحلة الدراسية المقرر انهاؤها في 4 سنوات ب3 سنوات، فيوفر بذلك سنة كاملة. وأيضا يسمحون هذه المدارس البريطانية عادة للتلميذ المبدع أن يغادر غرفة الصف في المادة التي يظهر فيها تفوقا، ليلتحق ببرنامج لا صفي يعالج موضوعا أكثر عمقا. طبعا هاي جدا لطيفة، يعني طبعا على فكرة عادة الطلاب المتميزين والمبدعين يصير لديهم نوع من الضجر أو الملل عندما تكون عندهم دراية في كل مفردات المادة أو معرفة مسبقة، أو يشعر أن هذه المادة هي أقل من قدراته، فدائما تشعري أنه يشعر بالملل. المدارس البريطانية عادة من تشعر أنه هكذا طالب له تفوق، أو خلينا نقول إحنا تميز بصمة إبداعية في هذه المادة، لا بأس أنه يترك هذه المادة ويلتحق في نشاطات لا صفية تكون أكثر من أجل تنمية قدراته الإبداعية. والمدارس البريطانية كذلك توزع التلاميذ المبدعين في مجموعات حسب اهتماماتهم وميولهم، ويمكن أن تقسمهم إلى أولاً تنظيم المدارس محاضرات حول موضوعات إبداعية ولقاءات مع شخصيات مبدعة. تقوم المدرسة بتجهيز غرف مصادر، طبعا أنا أرجع وأقول هاي المدارس البريطانية، تنظف المدارس محاضرات حول الموضوعات الإبداعية ولقاءات مع شخصيات مبدعة. تقوم المدارس بتجهيز غرف مصادر تشمل على تقنيات حديثة مطورة، تجهيز المكتبة بالكتب الحديثة، تنظيم برامج إبداعية يشارك فيها الطلاب المبدعين، استخدام أسلوب التفريد في التعليم، أيضا توفير الإمكانيات المادية للتلاميذ لتطبيق أفكارهم، أيضا مكافأة أصحاب الأعمال الإبداعية بتقديم جوائز وحوافز لهم، كذلك الكشف عن قدرات كل تلميذ وتطويرها أثناء التفاعل الصفي، ويهتم يعني هذه من أجل يعني كما ذكرت تطوير أثناء التفاعل الصفي. ويهتم التربويين في البلدان غرب أوروبا بالمبدعين من خلال ما يسمى بالفصول اللاصفية، طبعا هذه أخذت عندهم الصدارة أو الأساس في هكذا يعني نشاطات يقوم فيها الطالب المبدعين. يقدم الطالب المبدعين محتويات دراسية إضافية خاصة بهدف تعميق وتوسيع ما يتعلمونه في صفوفهم العادية، أو بهدف الانتهاء من مناهج المقررة في فترات وجيزة. وهذه تمكن الطالب المبدع من الالتحاق بالجامعة في وقت مبكر. طبعا المغزى من كل هذه البرامج وكل هذه هو تنمية واحتضان المبدعين حتى يتمكنوا من الالتحاق في ركب التعليم العالي مبكرا قبل أقرانهم، وأيضا التوصل إلى خلينا نقول اكتشافات أو يعني بعض المهارات الإبداعية، أو بعض خلينا نقول إحنا الاختراعات اللي هي بالنتيجة تكون فائدتها تعم على الفرد وعلى المجتمع بصورة عامة. راح أشوف في روسيا هناك ما يسمى بالأساليب اللاصفية في تنشئة الإبداع. طبعا إحنا يمكن دا أتناول بلدان العالم بلد تل الآخر، ونشاهد يعني كيف هنالك احتضان للإبداع. في روسيا واللي احنا ذكرتها يسموها بالاساليب اللاصفيه في تشجيع الابداع، هو عباره عن مجموعه من الانشطه والفعاليات اللي تجرى خارج جدران حجره الصف، يعني من اسمها هي لاصفيه، خارج الصف، وتشرف عليها المدرسه او مؤسسات تعليميه اخرى كالمعاهد والجامعات، وتقديم ماده تعليميه تزيد في مستواها على محتوى المادة التعليمية التي تقدمها الحصة الدراسية، وتكون أكثر تنوعا وعمقا واتساعا وتخصصا، اللي هي شو تكون هاي النشاطات اللاصفية اللي أكدت عليها روسيا، هي تكون أكثر تنوعا وعمقا واتساعا.
وتخصصا. ومن شروط تنمية الإبداع أن توفر المدرسة لطلابها، يعني هاي طبعا ده أتكلم عليها بصورة عامة، ومعلميها بيئة تتقبل الإبداع وتؤمن بأهميته ودوره في التميز الحضاري. وأول مواصفات هذه البيئة أن يؤمن المدير بأن عملية أن معلمي وطلابه قادرين على أن يبدعوا وأن يبتكروا حلولا للصعوبات والتي تواجههم في أعمالهم، وأيضا أن يعطي معلميه صلاحيات للعمل على تحقيق هذه الأهداف للمتغيرات التي تطرأ مع وجود تواصل مع الإدارة لتكون على علم بما سيقومون به.